عقد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 مؤتمرا صحفيا تحدث خلاله كل من سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والمقدم طبيب مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والدكتورة جميلة السلمان أخصائي أمراض معدية بمجمع السلماني الطبي. وقد أكدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أن القرارات والإجراءات الاحترازية جاءت بناء على المستجدات والأرقام والمعطيات في مملكة البحرين وأن كل دولة لها خصوصيتها وتتخذ قراراتها بناء على ذلك. تلقينا منذ قليل للأسف خبر وفاة لحالة قائمة للمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عام، كانت تعاني من أمراض وظروف صحية كامنة أخرى، فنتقدم جميعا بالتعازينا لأسرة الفقيدة وذويها على هذا المصاب الجلل. ونود أن نبين أن كل القرارات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها جاءت بناء على المستجدات والأرقام والمعطيات والمؤشرات التي لدينا في مملكة البحرين، ولكل دولة خصوصيتها وتتخذ قراراتها بناء على هذه المعطيات. وما سيتم اليوم إعلان عنه من إجراءات وقرارات هو من منطلق إيماننا بالتام بأن لدينا مجتمع واعي يشارك في القرارات، والقرارات والإجراءات اللي نعلن عنها هي لتعزيز جهود احتواء منع انتشار الفيروس في مملكة البحرين، ونؤكد على أهمية الالتزام، ونؤكد بشدة على أهمية الالتزام بالمكوث في المنزل والخروج فقط للحاجات المعيشية الضرورية. إن الطاقة الاستيعابية للعلاج والعزل تغطي الجميع، والعلاج متوفر بالمجان لجميع الحالات القائمة من المواطنين والمقيمين. واستجابة لطلب من بعض المواطنين والمقيمين من الحصول على العلاج من القطاع الخاص، أيضاً ستكون هناك مشاركة من قبل المستشفيات الخاصة عبر السماح لهم بتوفير العلاج للحالات القائمة حسب المعايير والاشتراطات لمن يرغب من المواطنين والمقيمين.